بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في اللقاء السابق حول الكونسوليديشن ومدى أهميته أو أهميته للأساسات والتربة، حيث أنه بصفة عامة حتى يكون العنصر آمنا لابد أن يتحقق شرطه. يستطيع هذا العنصر أن يتحمل الستريسز الواقع عليه، الإجهادات. والأمر الثاني أنه deformation أن يكون ضمن اللي هي الحدود المقبولة أو التي يمكن تجاوزها. consolidation كنا بنتحدث في شابتر consolidation عن أنواع اللي هي deformation أو settlement. تحدثنا عن الإلاستيك settlement، تحدثنا عن primary consolidation، تحدثنا عن البرايمري كونسوليديشن سواء كان لنورمال كونسوليديتد كلي او اوفر كونسوليديتد كلي. كذلك الامر تحدثنا عن اللي هو سكندري، وشفنا شو علاقة السكندري كونسوليديشن، وشفنا علاقة اللي هو البرايمري كونسوليديشن كذلك الامر مع اللي هو الزمن، وين بهمنا كل عنصر. فقلنا انه الالاستيك على سبيل المثال، الالاستيك كونسوليديشن يحدث اثناء عملية البناء وهو مهم في التربة الرملية أو في الجرانيوال سويل. كذلك البرايمري كونسوليديشن يعتمد على الزمن لأنه تحميل على جزيئات الماء المحجوزة في داخل التربة بيأخذ وقت عبر ما أو يعني يستطيع أن يتخلص من الضغوط الموجودة عليه ويحولها إلى البور ووتر بريشر، يعني يصير زيرو، ويحولها إلى اللي هو أنه يصير الإفكتيف فقط هو يساوي التوتال. في هذه الحالة هذا الأمر قد يتطلب زمن يعني كبير، بالذات إذا كانت قيمة البيرميبيليتي قيمة صغيرة جدا وهناك ممانعة لعملية خروج المية من بين الفراغات الموجودة في اللي هو التربة. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن اللي هو الستريسز، الشير سترينث. ما الذي يجعل التربة تأخذ أو تتحمل الضغوط الواقعة عليها؟ Strength of material is the greatest stress it can sustain. أقصى حمل تستطيع التربة تتحمله بنسميه اللي هو strength، مقدار المقاومة أو مقدار اللي هو قدرة تحمل الماتيريال. Safety of geotechnical structure is dependent on the strength of soil. السويل ليست بدعا من الماتيريال، هي ماتيريال زيها زي اي ماتيريال. عوامل الامان تتحدد بمقدار قدرة تحمل هذه التربة. فلو السويل صار لها فيلير الستراكشر بالتأكيد شو حيصير في عنا ايش؟ كولابس. يعني قدرة تحمل التربة أصبحت أكبر أو أقل من الإجهادات اللي واقع عليها، بنلاحظ هنا إنه عندنا بصير اللي هي عملية كولابس، والمبنى ممكن اللي هو إيش ينهار. وطبعاً بكون مصاحب لعملية اللي هي كلما زادت الستريسز زي ما لاحظنا في الشابتر اللي فات، يعني العملية متجانسة، عملية متناسقة تسير مع بعضها البعض. كلما زادت الستريسز كلما زاد الديفورميشن، كلما زاد معنى ذلك الستلمنت، وبنلاقي انه عملية متزامنة. لو بده يصير في مبنى في انهيار بيبدأ الستريسز تزيد، وبالتالي بيعطيك مؤشر انديكيشن ان الستريس دربالك بدأ يزيد عبر اللي هو الديفورميشن. ومن ثم اذا تخطط الحدود المسموح فيها بنلاقي انه صار عندي ايش للمبنى انهيار. Engineers must understand the nature of shearing resistance in order to analyze soil stability problems such as. إحنا لابد إنه نفهم اللي هو shear resistance، من وين بتيجي التربة مقاومتها اللي هي ال resistance هذه أو ال strength، من وين تيجي لها؟ عشان في بعض المسائل تلزمنا كثير في عملية اللي هي التحليل، في عملية الديزاين كذلك الأمر للsoil stability، زي bearing capacity هي قدرة تحمل التربة للأحمال اللي جاي عليها بشكل رأسي. slope stability التربة هل تستطيع انها يعني عند أي زاوية ممكن نسيبها بميل طبيعي دون أن يحدث فيها انهيار.
lateral pressure on retaining structure. إذا كان slope stability طيب ما تحققش، هل في إمكانية إني أنا أعمل يعني بعض المنشآت اللي هي بنسميها retaining wall for example مثلا، أعمل أو sheet pile، أعمل بعض المنشآت بحيث إني أحمي هذه التربة من الانهيار. وإذا أنا بدي أعمل هذه المنشآت طب قديش اللي هي قيمة lateral pressure on it، قديش قيمة اللي هي الأحمال اللي جاي عليها. إجمالا السويل الشير سترينث إلها بتكتسبها من صفتين، كوهيجين بتوين بارتكلز، تماسك بين البارتكلز، بنلاقي إنه في وكأنه بالضبط زي هذه يعني أشبه مثال إلها الكونكريت. الكونكريت بتكتسب خصائصها يعني الأساسية نتيجة الكوهيجين اللي بيحققها اللي هو الإسمنت. الإسمنت بيعمل عملية اللي هي تلاصق بين حبيبات اللي هي الحصمة، وبالتالي بيخليها ككتلة واحدة قادرة على اللي هو مقاومة الأحمال الجارية. هذا الكلام نسبيا بصير في التربة عبر شغلتين، سيمنتيشن بتوين ساند جرينز، ممكن يكون في نوع من أنواع السيمنتيشن في حالة الساند وإن كانت هذه قليلة، إلكتروستاتيك أتراكشن بتوين كلي بارتكلز، والقوى الكهرباء الكهربائية الساكنة يعني الكهرباء الساكنة اللي بتحقق اللي هي أو بتجعل نوع من أنواع التجاذب بين اللي هي الكلي بارتكل جزيئات الكلي بتحققها، وبالتالي هذه بيؤدي إلى إنه في عندي إيش شير سترينث بيتحقق نتيجة اللي هي الكوهيجين. كوهيجين معناها تلاصق. الأمر الثاني فريكشن ريزيستنس الاحتكاك، وهذا طبيعي إنه إذا ما كانش في عندي التربة يعني حبيباتها مش متلاصقة مع بعض ممكن اللي هو يصير في عندي اللي هو نتيجة اللي هي الفريكشن. الفريكشن بولد قوة ممانعة، وهنا لو بدي يعني متى التربة بكون فيها كوهيجين، هل لحالها ممكن يكون كوهيجين أو فريكشن أو التنتين مع بعض، هنشوف. ممكن التربة أحيانا يكون فقط تشتغل على الكوهيجين، ممكن أحيانا فقط على الفريكشن، وممكن تكون اللي هو بوث. كوهيجين سي على سبيل المثال هي with a measure of force that cement particle of soil، لو في عندي هيو two particles وأثرت عليهم قوة بحتاج اللي هي قوة معينة من أجل تحريك كتلة عن كتلة. التربة ممكن اللي هي تنقسم إلى الأصناف التالية: dry sand with no cementation, dry sand with some cementation, soft clay, stiff clay. بالنسبة للي هي قيمة اللي هي C. internal friction طبعا لشان يكون في عندي internal friction لابد يكون في عندي إيش فريكشن كوفيشنت، ولابد ان يكون عندي نورمال ايش نورمال لود. هاي النورمال لود مؤثر، لو جيت انا بدي احرك طبيعي انه الفريكشن يتناسب تناسب طردي مع قيمة النورمال لود، بمعنى انه كلما زاد النورمال لود كل ما كان انا القوة اللي انا محتاجها لازاحة عنصر عن عنصر اشمالها بنلاقيها ايش بزيد. اذا the measure of shear the shear strength of soil due to ايش فريكشن. مور كولوم فيلير كريتيريا في 1900 برزنتد ثيوري تو براتشر ان ماتيريال، ايش بقول؟ ماتيريال فيلز بيكوز اوف كريتيكال كومباينيشن اوف نورمال ستريس اند شير ستريس. وين هذا الكلام سمعناه؟ انه في عندي كومباينيشن بتوين نورمال ستريس اند شيرنج ستريس. بالتأكيد سمعنا هذا الكلام في strength of material إذا بتتذكروا في شابتر 7 وشابتر 8 and not from either maximum normal or shear stress. ألو إذا الكومباينيشن غالبا هو اللي بحقق لي إيش ماله عملية اللي هي الفيلير اللي بتصير في الماتيريال، وهذا الكلام أخذناه بشكل واضح في شابتر 8 في strength of material. لما يكون عندي قيمة normal stress عالية تصاحبها شير ستريس عالية بلاحظ انه عند زاوية معينة نتيجة هذا الكومباينيشن بصير اللي هو ايش بتصير قيمة الفيلير لقيمة مختلفة، قد تكون اللي هي ايش قيمة مختلفة عن النورمال وعن اللي هو الشير ستريس لحالة اللي هي سميناها البرنسبل اللي هو بلان. خلينا نقول
The relationship between normal stress and shear stress is given as إذا هو أوجد علاقة قال لك إنه shear stress في الفيلير failure shear stress function of normal stress طالما إنه في combination إذا في علاقة فيما بينه وبالتالي عشان أحقق الفانكشن هذه الفيلير انفلوب ديفايند باي كويشن 12-1 إذ أكيرفد لاين هذه العلاقة حقيقة هي مش ستريت لاين هي كيرف لكن فور موست صفش او فور موست سويل ميكانكس بروبلم ستيلز شافت ابروكسيميت ذات ذا شير ستريس اون ذا فيلير بلان از لينير للتبسيط للتسهيل احنا بنعتبرها ايش مالها لينير وبالتالي حل هذه المعادلة يساوي تاو فيلير تساوي سي كوهيجين زائد سيجما نورمال ستريس تان فاي اللي هي ايش بنسميها هذه فريكشن انجل وهذه تان فاي هي عبارة عن الفريكشن كوفيشن اذا مقدار مقاومة الشير ستريس لأي احمى او لأي نوع من انواع التربة بيساوي سي زائد سيجما تان فاي الشيء السي الكوهيجين فاي انجل اوف فريكشن انترنال فريكشن زاوية الاحتكاك ما بين حبيبات التربة انفسها نفسها زاوية الاحتكاك ما بين جزيئات التربة يعني هنا نورمال ستريس اللي تحقق عنده اللي هو الفيلير والتاو اللي هي الشير سترينث هذه اللي هي المعادلة اللي بتحقق لي او بتوضح اللي هي علاقة التو بارامترز اللي شفناهم قبل شوية اللي هم هايهم الكوهيجين والفريكشن في عملية قدرة تحمل اللي هو التربة طيب in saturated soil طب لما يكون في عندي مية كتير saturated يعني المية معبية كل الفراغات total normal stress at a point is the sum of the effective stress sigma and the pore water pressure التوتال بيساوي سيجما زائد او زائد يو وهذا اخذناه في اللي هو الشباتر اللي هي السابقة شابتر الافكتيف ستريس والعلاقة بين الافكتيف ستريس والتوتال ستريس الافكتيف ستريس is carried by the soil solids هنا الاحمال اللي جاية على التربة تنقسم الى حملين الاحمال اللي هي النورمال تنقسم الى جزئين جزء محمول بواسطة التربة اللي هو عبارة عن الإفكتيف ستريس وجزء آخر بواسطة اللي هي إيش المية واللي قلنا إنه المية لا تستطيع أو لا يعني ترفض أن تبقى تحت تأثير الأحمال فتبحث عن مخرج المخرج هذا عبر اللي هو الفراغات الموجودة اللي هي رمزنا لها بالرمز بيرمابيليتي تبدأ تهرب وكل ما هربت كل ما المية هربت بمعنى أصبحت غير مضغوطة الحمل اللي كان عليها شو بيصير فيه بينتقل إلى جزيئات التربة معنى ذلك إنه الفرق أو يعني قيمة الفرق ما بين الإفكتيف والتوتال إيش بيصير فيه بقل عند زمن بعيد لنقل ما لا نهاية الضغط اللي على المية شو بيصير بيساوي صفر وفي هذه الحالة ساعتها الإفكتيف ستريس بيساوي التوتال ستريس هذا تلخيص للكونسوليديشن وتلخيص لإيش لمفاهيم الإفكتيف ستريس إذا the more column failure criteria expressed in terms of effective stress لما يكون في عند التربة saturated بيصير بس بضحط أنا على السي هنا اللي هي داش وعلى الفاي داش اللي هي وبصير المعادلة تاو تساوي سي برايم زائد سيجما افكتيف تان فاي برايم وسي برايم هنا وفاي برايم هي عبارة عن ايش بيست اون افكتيف ستريس نيجي نشوف القيم هذولا حنلاقي الاتي لوحظ المعادلات الكلام الاتي value of c for sand and inorganic soil is zero يعني في الساند فيش ايش فيش عندي تلاصق فيش عندي قوة تلاصق هو من وين بيجي لي قوة التربة في الساند من الاحتكاك ف
في النورمال كونسوليديتد كلي اللي عرفناها سابقا برضو سي ابروكسيميتد تو بي ايش زيرو، يعني ممكن نقول انها تقريبا ايش تساوي صفر. في الاوفر كونسوليديتد كلي بنلاقي انه سي ايش مالها الها قيمه شود بي جريتر ذان ايش زيرو. طب الانجل اوف فريكشن فاي sometimes referred to as drained angle of friction، احيانا بنسميها هذا الاسم. هاي انا عندي اللي هي فيجر بتوضح لو عندي بارتيكل وبدي افحص اللي هو الفيلير، طبعا بده يصير على اللي هو اي بي. If the magnitude of sigma and tau on plan AB، هيو sigma and tau are such the plot as رسمنا. Point A shear failure will not occur along the plan. هاي ليش؟ لأنه هذا الخط بيمثل لي الحد الفاصل، أدنى منه التربة تستطيع تتحمل الاستريس الواقع عليها، أعلى منها التربة إشمالها لا تستطيع أن تتحمل الاستريس الواقع عليها. طبعا كيف نرسم هذا الخط؟ هي بنلاحظ انه نقطة التقاطع او مع الرأسي مع الواي اكسس هي عبارة عن سي، وزاوية الميل هي عبارة عن ايش؟ عن فاي. كيف نرسم هذا الخط؟ حنشوف بعد هيك، بس خلينا ايش؟ نستوضح العلاقة الاتي، انه هذا الخط بيمثل لي اللي هو الانفلوب فيلير لاين او كيرف، بنسميه كيرف مع انه هو لاين. عندي نقطة A safe in all cases، ليش؟ لأنها within limit of stresses. نقطة B تقع على الفيلير، وبالتالي أي نقطة تقع على الخط هذا في الستريسز، هاي effective normal stress وهنا shear stress. لو كان عندي الإفكتيف ستريس مع النورمال أو شير ستريس وقع التقاطع على الخط، بمعنى ذلك هنا يحدث فيلير. ونقطة C لا يمكن أن تحدث لأنه الفيلير إشماله صار التربة انهارت، ففيش إمكانية أني أنا أحمل على نقطة أو أحمل التربة بقيمة تقع فوق الخط هذا. إذا نقطة C هي نقطة إشمالها افتراضية وهمية لا يمكن حدوثها على أرض إيش؟ على أرض الواقع، لأنه الانهيار إشماله صار وخلص، الانهيار صار وخلص. هاي هنا بعض القيم لفاي ساند، بنلاحظ انه اذا كان لوس 27 ل 30، ميديوم 30 ل 35، دنس زي الكركار، لوس طبعا زي الكثبان الرملية اللي موجودة في غزة، زي دنس زي الكركار 35 ل 38. طيب هذا اذا كان رامدد جرينز، يعني الحبيبات تبعته اشمالها، الشكل تبع الحبيبات عبارة عن كروي او يعني املس. طب لو كان زاوي، بنلاحظ انه هنا زاوية الاحتكاك حتزيد طبعا، لانه لو كان عندي كسر حتزيد، وبالتالي الانجولر اللوس حتصير من 30 ل 35. لاحظ مقارنة فعل فوق 27 صارت 30، ميديان 35 ل 40، دينس 40 ل 45. هذا قيم استرشادية فقط، لكن القيمة الحقيقية حنشوف كيف بنطلعها من خلال اللي هو مختبر التربة. جرافل with some sand، طبعا الاحتكاك بين جزيئات الجرافل بتكون اكبر، بصير 34 ل 48، سيلت من 26 ل 35. هذه زي ما قلنا هذه typical values. طيب inclination of the plan of failure caused by the shear، بدنا نشوف اللي هو هلقيته اللي هو كيف نتعامل مع اللي هو shear failure. Failure from shear will occur when the shear stress on the plan reach value given by، لما نتصل للقيمة هذه بصير اللي هو ايش؟ لما تاو اف، هاي طبق المعادلة هذه ونلاقي انه shear stress تخطى القيمة هذه معنى ذلك او ساواها، ساعتها ايش ماله؟ بنلاقي انه القيمة ايش مالها؟ او وصل هذا ل اللي هو الشير فيلير، او وصل للفيلير، يعني الشير ستريس اذا صار يساوي القيمه هذه
بمعنى انه الماكسيمم شير ستريس اللي التربه بتستطيع انها تتحمله هي عباره عن سي زائد سيجما تانفا. تمام. وير سيجما الفيرتيكال ستريس، سيجما 3 هنا كونفاينمنت، التربه جزء التربه بكونش في التربه اشماله، بكونش في التربه لحاله. تمام. في التربه ما بكونش لحاله، في حواليه جزيئات تربه، جزيئات التربه هذه بتعمل له عمليه ايش؟ كونفاينمنت، حضن، محضون، وبالتالي بتحقق ستريس عليه. والا الدليل على ذلك لو جينا جبنا بعض التربه من حفره هيك، حفرنا حفره وجبناها، بنلاقي انه التربه اللي هنا ايش مالها؟ انهارت. ليش انهارت؟ لانه هي كانت مستنده اساسا على البارتيكل او جزء التربه اللي انت شلته، ولما شلته اصبح في الشيء اللي يحميها من الانهيار فانهارت. وبالتالي بمفهوم معاكس انه كتله التربه اللي انت شلتها كانت معرضه لضغط بيساوي قيمة اللي هو تقريبا التربة او القوة اللي ادت الى انهيار اللي هي التربة. بدنا نلاحظ انه دائما العلاقة ما بين سيجما 1 وسيجما 3 انه سيجما 1 اكبر من سيجما 3. النورمال اكبر من ايش؟ من اللي هو الكونفايننج ستريس. وهدول بنسميهم الميجر والماينور افكتيف برينسيبل ستريسز. لقيتها على زاوية ثيتا بلان اي اف. لو انا بدي اوجد اللي هي اشوف قيمة الشير فيلير او اشوف اللي هي المعادلات، هي معادلة اللي هي البرينسيبل. هاي هنا رسمت اللي هي المور سيركل على زاوية على اي اف اللي بيميل بمقدار ثيتا، بدي اشوف قديش قيمة الستريسز. هينا رسمت مور سيركل اللي اخذناها في السترينث اوف ماتيريال، زاويه بي اي دي تساوي 2 ثيتا. هيا بي اي دي تساوي 2 ثيتا وتساوي 90 زائد ايش؟ فاي. طبعا هذا الكلام من وين جبنا 90 زائد فاي؟ هذا الخط ايش؟ عمودي. هذه الزاويه 2 ثيتا زائد الزاويه اللي هنا المتممة لها او المكملة 180 درجة، زوايا المثلث الداخلية اف دي اي 180 درجة. اذا 2 ثيتا تساوي الزاوية اللي هنا الدي اي دي اف زائد الزاوية اللي هي اي اف دي، اي دي اف 90 درجة هيها، وهذه اللي هي ايش؟ فاي. اذا ثيتا تساوي قسم على 2 45 زائد ايش؟ فاي على 2. وبالتالي سيجما 1 تساوي هاي معادلة اللي هو لحساب سيجما 1 قديش الماكسيمم نورمال ستريس، وسيجما 3 اللي هي هذا. في علاقة ما بين السيجما 1 والسيجما 3، وهينا دخلنا اللي هو ايش؟ سي وفاي. طبعا استنباط او استنتاج المعادلة هذه موجود، يمكن الرجوع له من خلال اللي هو تكست بوك، ممكن ترجع له اذا حبيت. هذا الخط اللي هو اف دي اتش هو بيمثل اللي هو الفيلير انفلوب، ونقطة التقاطع جي بتمثل اللي هي قيمة سي، وزاوية ميل الخط تمثل لي ايش؟ تمثل لي فاي. طيب هذا الكلام انا على الطبيعة هذا نظريا اوكي. طبعا الطبيعة انا كيف بدي اجيب اللي هي فاي وسي؟ وسي فاي وسي كيف بدي اجيبهم؟ سيفيلر هاي لابوراتوري تيست فور ديترميشن شير سترينث بارامتر. فاي وسي بنسميهم سويل بارامتر، سويل بارامترز، شير سترينث سويل بارامترز، وهما يكاد يكونوا من أهم الخصائص على الإطلاق للتربة، اللي لا يمكن تستطيع أن تحسب قدرة تحمل التربة بدون اللي هو إيش؟ بدون معرفته. إذا أنت في المختبر لما تودي عين التربة أو تطلب من المختبر يعمل لك عملية فحص للتربة لتحديد قدرة تحملها، الهم الأول والأخير له إنه يحسب قيمة سي وفاي، بالإضافة إلى طبعا ممكن اللي هو
علاقات اخرى زي السيف اناليسيس، زي الكلاسيفيكيشن للسول، زي الدنستي، زي احيانا ببعض الاحيان اذا لازم لك البيرمابيليتي، اذا لازم لك المساميه البروسيتي، في يعني حسب اللي هداك. لكن علشان يحسب لك البيرن كاباسيتي او قدره تحمل التربه لابد انه يعرف قيمه ايش؟ سي او فاي. علشان اقدر اعرف قيمه سي او فاي هذا فيش امكانيه الا عن طريق اللي هو ايش؟ المختبر. طبعا في المختبر في اجهزه او في طرق كثيره بالامكان، اشهرها على الاطلاق حاجه بنسميها دايركت شير تيست وحاجه بنسميها تراكسيال تيست. الدايركت شير تيست اند تراكسيال تيست ار تو كومونلي يوز تكنيك فور ديتيرمينينج ذا شير سترينث بارامتر. الدايركت شير تيست من ميزاته كويك اند ان اكسبنسيف، رخيص وسريع، يعني بخلص نفس اليوم لانه لا يعتمد على عملية يعني خلينا نقول الزمن، يعني ما بيحتاجش الزمن كتير، بلاقيه ممكن تجربة تخلص وانت واقف، بعكس اللي هو الترياكسيال. الترياكسيال في بعض الانواع منه ممكن ايش تاخد زمن كبير. short coming is that it fill the soil on a designed plan which not be the weakest one. من عيوبه انه الفيلير بلان لربما مش هو الفيلير بلان الحقيقي. الفيلير بلان هنا دائما بياخذ وضع افقي عمودي على النورمال ستريس، وعلى ارض الواقع الكومباينيشن اللي ما بين النورمال ستريس والشير ستريس لربما توجد لك فيلير بلان على زاويه على ثيتا زي ما حكينا. ممكن نرجع زمان لشابتر 8 في السترينث اوف ماتيريال، المثال الاول اللي كان عباره عن دبليو وايد فلانج، شفنا انه الستريس على السطح عند النقطه A لما جينا حسبناه بطريقه عاديه ام سي على اي لقيناه هو الماكس، هو قيمه كبيره، ولقيناه العنصر سيف اذا بتتذكروا. لما جينا على النقطه اللي تحت عند التقاء الويب مع الفلانج واخذنا الكومباينيشن ما بين الشير ستريس والنورمال ستريس، لقينا انه الستريس او الاليمنت ايش ماله؟ انسيف، صار انقلبت. وبالتالي هنا الشير ستريس الدايركت شير ستريس حيعطيني بلان ايش ماله؟ افقي، لربما لربما مش اكيد لربما انه يكون ايش ماله؟ مش هو الويكست او الفيلير بلان. Used to determine the shear strength of both cohesive as well as non-cohesive soil. بيستخدم حقيقة هذا سواء كان للتربة الرملية أو للتربة الطينية، لكن للتربة الرملية هو إشماله أكثر يعني استخداما أو أكثر شيوعا وأسهل، والترياكسيال زي ما قلنا إنه زي ما حنشوف يستخدم ممكن للتربة اللي هو أو للتربة الطينية بشكل أكبر. الريفرنس تبعها ASTM D3080 American Standard Testing Material D3080. الشكل للدايركت شير تيست زي ما احنا شايفينه هنخوض فيه ان شاء الله بشكل مفصل في اللقاء اللي هو القادم. نكتفي بهذا القدر اليوم على امل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.